رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا. هنبتدي بجيرالدو لاعب النادي الاهلي اللي نشر على الانستجرام صوره ليه مع بعض لعيبه الفريق في التدريب، ووجه رساله لمؤمن زكريا اللي اتنقل لاحد السعودي على سبيل الاعاره، وكتب اتمنى ليك حظ سعيد يا اخي. كمان كتب فرج عامر رئيس نادي سموحه على تويتر ناصر ماهر افضل لاعب كوره قدم في مصر بلا منازع. كمان شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق نشر صوره على الانستجرام مع عماد متعب ومحمد بركات وعلق مثلث الرعب. احتفل كمان احمد حسن كوكا في اولمبياكوس اليوناني بعيد ميلاد محمد هاني لاعب النادي الاهلي، ونشر له صوره على الانستجرام وكتب عيد ميلاد سعيد يا توامي دايما معايا. كمان بقى عالميا نشر اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الانجليزي صوره على الانستجرام مع مراته وبنته، كتب يسعدنا ان نعلن ان منزلنا سيستعد لاستقبال الطفل الثاني، يا لها من هديه رائعه من الله لينا، هيكون هي الاخت الكبرى قريبا. كمان كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي نشر صوره على تويتر من مباراه بيرنلي في كاس الاتحاد الانجليزي اللي انتهت بفوز السيتي 5-0 وتاهل لدور ال 16، وكتب دي بروين الى الجوله التاليه. نشر كمان برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي صوره من المباراه على تويتر وكتب اداء جيد وتاهل للجوله التاليه. كمان نيكولا توماندي لاعب مانشستر سيتي نشر صوره من اللقاء وكتب فوز كبير على ملعبنا في كاس الاتحاد نحن في الجوله التاليه. نشر كمان غوندوغان صوره من المباراه على تويتر وكتب 5-0 للجوله التاليه بالجداره وعن استحقاق. كمان رياض محرز نشر صوره من اللقاء على تويتر وكتب 5 أهداف وشباك نظيفه اخرى في القائمه احسنتم. جاريث بيل لاعب ريال مدريد بقى نشر صوره من تدريبات الفريق على تويتر وكتب سعيد بالعوده للتدريب مع الشباب. المغربي كمان اشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الالماني نشر صوره على تويتر من مباراه هانوفر ببونز ليجا واللي انتهت بفوز كبير لحكيمي ورفاقه 5-1، كتب مباراه رائعه للفريق مع مشجعينا. كمان فيكتور موزس المنتقل من تشيلسي لفنربخش التركي مؤخرا على سبيل الاعاره نشر صوره على تويتر من اول تدريب ليه مع الفريق الجديد وكتب استمتعت بأول تمرين لي مع فنربخشة، كل التركيز على يوم الاثنين اللي جاي. أخيرا نشر ماريو ماندركيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي صورة على تويتر لطفلين في كرواتيا لابسين تيشيرت اليوفنتوس وكاتبين الأحلام تصبح حقيقة إذا كنت من كرواتيا أو مشجع لليوفنتوس. مشاهدينا نطلع دلوقتي فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي في اخبار الرياضه.